ما المعايير التي ستختارون عليها المرشح الذي ستدعمونه في انتخابات الرئاسة؟ نحن يعني نلخص هذه المعايير بقول المولى سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي والأمين. والقوي هو القوي في الكفاءة وفي التخصص الذي يصلح للقيام بمهام الرئاسة. وهذا الشخص القوي يعني أنه لم يكن يوم من الأيام ساكتا أو خانعا ضد مصالح الشعب وخانعا للنظام السابق. القوي بمعنى القوي في مواجهة دعاوى الهيمنة والسيطرة التي يطرحها الخارج على مصر. القوي معناه القوي في الحفاظ على استقلالية القضاء، استقلالية القرار المصري. الأمين معناه الذي يحمل الشريعة الإسلامية والذي يحمل الهوية الإسلامية أمينا عليها. الأمين هو الذي يعني أنه سيقوم بمصالح الشعب أمينا على مصالح الفقراء والأغنياء. ولذا نقول أن المرشح الذي سيقوم بترسيخ الهوية الإسلامية ويلتزم بذلك وسيسعى لتقنين الشريعة الإسلامية وهي شريعة لا تصادم حقوق الآخرين، والمرشح الذي يسعى من أجل إقرار العدالة الاجتماعية، من أجل ترسيخ الحريات، من أجل الحفاظ على القرار المصري قرار المستقل، هو المرشح الذي يمكن أن تدعمه الجماعة الإسلامية.